مشروع رأس الحكمة كان واحد من الموضوعات اللي تصدرت الترند بشكل كبير جدا، مش بس في مصر ولكن في الوطن العربي، وده لأكتر من سبب. أهمها أنه بيعتبر الصفقة الاستثمارية الأكبر في تاريخ مصر بقيمة قد تصل ل 150 مليار دولار بحسب تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ومنهم 35 مليار هيدخلوا في خلال الشهرين اللي جايين. وده اللي خلى كتير جدا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي ما يكونش ليهم أي كلام خلال الأيام اللي فاتت غير عن المشروع وكمية المكاسب اللي هتحققها مصر منه. ولأن الموضوع مهم وفي أسئلة كتير، هيكون معانا دلوقتي على زوم محمد رجب الخبير الاقتصادي وصاحب قناة المصرفي. ازيك يا محمد؟ ازيك يا ريم، عامله ايه؟ اهلا الحمد بيك لله واهلا كله بالساده كويس، المشاهدين. كل سنة وانت طيب. وانت طيبه بصيف. في البداية عايزين نشرح للناس ببساطة تفاصيل مشروع رأس الحكمة. تمام، بص، هو المشروع فيه اكتر من شق. يعني هو دلوقتي مبدئيا المشروع ده اكبر صفقه استثمار مباشر دخلت في تاريخ مصر تقريبا. في اكتر من ويف بيمنت او مدفوع. يعني احنا دلوقتي الدفعه الاولى هتبقى عباره عن 35 مليار دولار، اول دفعه على دفعتين. الدفعه الاولى هتبقى بعد اسبوع من اتمام الاتفاقيه او الصفقه زي ما تم التوقيع يوم الجمعه اللي فاتت. بعد اسبوع هيجي حوالي 15 مليار دولار، منهم 10 مليار دولار فريش فاند او سيوله جايه بتحويل من الخارج، و5 مليار دولار كان ودائع اماراتيه موجوده في مصر هيتم التنازل عنها بالجنيه المصري وهيتم تحويلها للجنيه المصري لاستخدامها للمشروع. دي الوديعة. الدفعه دي الوديعه بالظبط. الدفعه الثانيه هتبقى بعد شهرين، حوالي 20 مليار دولار، منهم 14 مليار دولار هيجوا تحويل سيوله من الخارج، و6 مليار باقي ال 11 مليار الودائع الاماراتيه اللي موجوده في مصر برضه هيتم تسهيلها بالجنيه المصري لاستخدامها في المشروع. فالاجمالي هيبقى حوالي 35 مليار دولار. دي الدفعه الاولى. بعد كده على مدار تنفيذ المشروع المفروض ان هيتم استثمارات او ضخ استثمارات بحوالي 150 مليار دولار للمشروع. بخلاف ده وده، الموضوع شراكه ما بين الحكومه المصريه وما بين صندوق ابو ظبي القابضه اللي هو اي دي كيو. النصيب الصندوق الاماراتي حوالي 65% ونصيب الحكومه المصريه 35%. يعني على مدار عمر المشروع هيبقى في دخل للدوله المصريه 35% من ايراد المشروع ده. مفهوم. ده مبدئيا كده التطوير اللي هيحصل في المنطقه او العائد اللي هيجي على الدوله المصريه من المشروع. اوكي، طيب عايزين نوضح الفوائد الاقتصاديه الحاليه من المشروع. الفوائد الحاليه طبعا هو الدفعه اللي هتيجي في الاول اللي هي ال 35 مليار دولار على دفعتين، هنقول ان في 24 منهم جايين سيوله من الخارج بالدولار بالعمله الاجنبيه. دي هتسد نوعا ما الفجوه التمويليه اللي موجوده او شح العمله الاجنبيه. يعني كمان تقديرات جولدمان ساكس ومورجان ستانلي ان الصفقه دي هتسد الفجوه التمويليه اللي موجوده في مصر في التقديرات بتاعت مورجان ستانلي لثلاث سنوات وتقديرات جولدمان ساكس 4 سنوات. فنقدر نقول ان هي متوسط ما بين 3 و4 سنوات. فده هيدي اريحيه للحكومه مع التعاون مع البنك المركزي ان يقدر يحصل ضبط عمليه سعر الصرف والانفلات اللي كان موجود في السوق الموازي في الفتره السابقه ويتم القضاء بشكل كامل عليه في الفتره القادمه ان شاء الله. ده اول فائده اقتصاديه مباشره للموضوع. حاليا بالظبط. طيب بالنسبه للمدى الطويل، ايه هي الفوائد الاقتصاديه للمشروع؟ لا، ليه فوائد كتير. يعني احنا مبدئيا بنتكلم ان هيتم ضخ استثمارات بحوالي 150 مليار دولار على مدار السنوات. يعني التقديرات بتقول دلوقتي ان بدء تشغيل المشروع هيبقى من 3 ل5 سنوات. المشروع هيبدا في اول عام 2025. فكميه ضخ السيوله دي هتبقى جيده جدا في الاقتصاد المصري، لان مبدئيا اللي هيعمل التطوير واعمال البناء والكلام ده كله هي شركات مصريه، وكان اولها شركه طلعت مصطفى اللي اتفقت مع شركه مندنا العقاريه وصندوق ابو ظبي القابضه ان هو هيتم التطوير من خلال غير الشركات الاخرى اللي هتبتدي تدخل، غير شركات التشغيل والبناء اللي هتمد الموضوع. فهيبقى في تحرك في العجله الاقتصاديه في مجال التشغيل والبناء، وده طبعا هيخلي في اكتر من تبتدي ان تقريبا شغلهم هيبقى محجوز كله في الفتره القادمه، وده برضه هيوفر ايدي عامله كتير وهيبتدي في شباب يبقى في فرص عمل كتيره في الفتره القادمه ان شاء الله بالنسبه لهم. غير طبعا ان من ضمن المشروع كله مشروع متكامل، يعني هيبقى عباره عن مدينه متكامله هيتعمل فيها متاحف وفنادق، هيتعمل فيها مرسى يخوت عالمي، هيتعمل فيها مطار جنوب المدينه عشان يخدم على المدينه، اللي هيحط مصر على الوجهه السياحيه العالميه وهيبتدي ان هو يخليها يجيب لها ايرادات من السياحه ويزود السياحه في الفتره القادمه ان شاء الله. فطبعا كده ده على مستوى قطاع السياحه، مصر هتستفيد جدا من مشروع رأس الحكمه. بالظبط كده، التقديرات بتقول ان هو هيحصل جذب حوالي 8 مليون سائح من المشروع ده، بخلاف طبعا السياحه اللي بتيجي في الوقت الحالي.
وهيبقى في منافسه كبيره جدا من راس الحكمه ما بينها وما بين اليونان وتركيا، والمقاصد السياحيه اللي موجوده على البحر المتوسط هتبقى من اقوى المقاصد ان ما كانش افضلها على مستوى العالم في الفتره القادمه باذن الله. بإذن الله. شفنا كمان تأثير سريع على مستوى الدولار في السوق السوداء والذهب برضو، هل متوقع أن الأسعار تقل تاني عن كده ولا لأ؟ اه طبعا متوقع جدا، لان هو لما ابتدت السوق السوداء ابتدى تحس ان هيبقى في ضخ سيوله دولاريه قويه في السوق في البنك المركزي، وان هيبتدي يحصل تحريك بسيط لسعر الصرف ويتم القضاء عليها، وهيتم توفير كل الدولارات اللازمه للاستيراد وللسلع، ومش هيبقى في مشكله في العمله بعد كده. ابتدت المضاربات اللي كانت بتحصل ابتدى يحصل ان الناس اللي كانت بتضارب على الدولار ابتدت تتخلص منه، وتبدا الاسعار تنزل بشكل كبير. وانا كنت دايما بوضح الموضوع ده، ان اللي رافع السعر بالنسبه للسوق السوداء بشكل كبير ده المضاربات اللي بتحصل من قبل الافراد، ما هياش فعلا ما كانش بيعكس فعلا القيمه الحقيقيه للعمله. مع الانخفاض اللي بيحصل ده ابتدى اسعار الذهب تتراجع برضه، لان كان معظم التجار مسعرين على سعر السوق السوداء، ولسه في مزيد من الانخفاضات هتحصل في خلال الفتره القادمه ان شاء الله. بإذن الله. طيب انت بتقول ان احنا هنستفيد برضو على مستوى توفير فرص العمل، بنتكلم في ايه بالظبط؟ يعني بس عمال؟ لا، على مستوى المهن كلها، سواء المهندسين عمال، هي مدينه متكامله، فهيبقى فيها كل الوظائف، كل العمالات. المتوقع ان هي تبقى مئات الالاف من الوظائف تتوفر في المشروع ده، في تقديرات بتقول انه حوالي 1,250,000 وظيفه، بس خلينا ما نسبقش الاحداث قوي، هي مئات الالاف فعلا على مستوى القطاعات المختلفه. هيبقى فيها مستشفيات، هيبقى فيها مطارات، هيبقى فيها متاحف، هيبقى فيها فنادق، كل المهن وليها فرص عمل موجوده هتبقى في المدينه دي ان شاء الله في الفتره القادمه. بإذن الله. وبشكرك جدا محمد رجب، الخبير الاقتصادي وصاحب قناة المصرفي. عفوا على أيكم، كل عام وانتم بخير.